السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخباركم؟ أحوالكم؟ عساكم طيبين. طبعا اليوم جايب لكم حل مشكلة الواي فاي. بعض الأحيان يخبط عندك الواي فاي في الآيفون ويعطيك إنك متصل بس ما تتصل. طبعا طيب، وطلعت إشاعات من برنامج أير بلو حق بلوتوث هو اللي سبب هذه المشكلة. أنا من ناحيتي ما أتوقع، لأني ركبته ولا لاحظت أي مشكلة. عندي المشكلة من قبل من نفس الآيفون، يعني من أول. طيب، حل المشكلة بسيط جدا، اللي هو إنك تدخل على الإعدادات وتروح عند هذه الواي فاي، ثم تروح عند الشبكة اللي أنت متصل بها، تحط تضغط على السهم. انا طبعا واجهتنا هذه المشكلة قبل، من اول ما شريت الايفون، وثم ركبت لي برامج تقوية واي فاي وزي كذا، يعني زي ما انتم شايفين هنا يطلع لك الارقام في الواي فاي وزي كذا والنسبة المئوية. طيب، عقب ما ثبت هذولي بدأت الاحظ انه يعني ما جاني المشكلة. ثم ركبت برامج اكثر لتقوية الواي فاي، وعودة ترجع المشكلة بشكل أقوى. صار يعني في اليوم أسوي الحركة اللي الحين بعلمكم إياها أكثر من مرة. طبعا الناس يقولون لازم تطفي الجهاز اللي تسوي كذا. طيب، أنا ما أقول، أنا ما يعني أول كنت أسوي هذه الحركة، بس اكتشفت طريقة إني أسويها بدون ما اطفي الجهاز. طيب، الطريقة هي انك تدخل على السهم هذا زي ما قلنا، وتروح عند تجديد رخصة، تعطي تجديد وخلاص يمشي معك النت. اوكي، زي ما شايفين هنا. طيب، ها مش الحين النت، وهذا اللي كان حاب اقوله بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اللايك، سبسكرايب، ادعموني بالكومنت. أخوكم دحوم زيرو كينج.